هذه المتابعة الإخبارية السريعة، نحاول الإجابة على تساؤل: ماذا بعد 177 يوما من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وكثير من الملامح المميزة للمشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي على هذه الخلفية في حوارنا القادم في من القاهرة؟ كونوا معنا بعد قليل. لا تزال خطط إدارة قطاع غزة بعد انتهاء حرب الإبادة الجماعية عليه تمثل هاجسا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تبحث عن مخططات لإدارة الأمن في غزة. صحيفة بوليتيكو نقلت في تقرير عن مسؤولين أمريكيين أن المخططات تتضمن تشكيل قوات لحفظ السلام، حيث ستساعد وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق لحفظ السلام فلسطيني. وأوضح التقرير أن واشنطن لن تشارك بأي قوات في أراضي قطاع غزة سواء في الوقت الراهن أو عقب انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل العمل مع شركائها بشأن عدد من السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالحكم المؤقت للقطاع والهيكل الأمني الذي سيتولى ملف الأمن في غزة بمجرد تراجع حدة الحرب. وأشار التقرير إلى أن مسألة اللجوء إلى قوة دولية لإدارة غزة يصطدم برفض إسرائيلي معلن في ضوء تجربتها في جنوبي لبنان، حيث ظهرت بوادر خلال الأسابيع الماضية تشير إلى انخراط الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف باليوم التالي للحرب عقب ضغوط أمريكية مستمرة بشأن الكيان الذي يتعين عليه أن يتولى إدارة القطاع. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عرض خطة بشأن إدارة غزة لمرحلة ما بعد الحرب تقضي بأن يتولى مسؤولون فلسطينيون محليون لا صلة لهم بحركة حماس إدارة القطاع. وينص اقتراح نتنياهو الذي عرضه على مجلس الوزراء الأمني أيضا على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل من أجل منع عودة النشاط المسلح. حركة حماس التي تدير قطاع غزة أعلنت رفضها مشاركة أي قوات دولية أو عربية في إدارة القطاع. وصف رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل مخططات إدارة غزة ما بعد الحرب بأنها محض خيال وأحلام، وأنه يتعين مناقشة وضع المنطقة ما بعد إسرائيل. محادثات التهدئة في قطاع غزة توصف بالمخاض، والسؤال المعتاد الذي يطرح نفسه: هل تبني على ما تحقق وما أسفرت عنه المحادثات في الفترة السابقة؟ لأنها دوما تصطدم بحائط الصد بالتعنت الإسرائيلي وعدم الوصول إلى أرضية مشتركة ما بين إسرائيل من جانب وحماس من جانب آخر. أم يمكن أن تعود إلى نقطة الصفر أم تبني على ما تحقق؟ بالإضافة إلى كثير أيضا من المحاور التي نتطرق لها تفصيلا للمشهد الفلسطيني ما بعد أكثر من 170 يوما من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل السادة المشاهدين. بالتأكيد العملية متعسرة جدا، كثير من التحديات، في تحديات مضافة أيضا، حتى يعني البعض بيشوف أن في رياح إيجابية بتوسيع قاعدة الدول المنتقدة لإسرائيل بسبب ممارساتها في قطاع غزة، لكن يعني هذه الأقوال لا تعد كونها مجرد أقوال لكنها لا ترقى إلى يعني أفعال أو ضغوط حقيقية تمارس على إسرائيل لوقف إطلاق النار المنشود في قطاع غزة. يعني كيف تقرؤون المشهد بالنظر إلى المعطيات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة تحديدا؟ بالتأكيد المشهد به الكثير من التشابكات وأيضا به الكثير من الرؤى الضبابية، خصوصا مع أن المشهد الآن أصبح يدخل في منعطف خطير للغاية. وفي الحقيقة أن الأمر لا يتعلق فقط بمستقبل القضية أو مستقبل قطاع غزة، ولكن الأمر يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام، وهذا ما يجعل الأوضاع الآن أوضاع صعبة للغاية. فيما يتعلق بما حضرتك طرحتيه، فكرة أن هناك حتى بعض الأصوات الآن الغربية أو الدولية أصبحت لديها لهجة أو نبرة مغايرة وإيجابية، إلا أننا لم نرى
أثر إيجابي لهذه النبرات على أرض الواقع أتفق تماما. نحن نتحدث عن حديث أمريكي منذ فترة، حديث إيجابي للغاية، ولكن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم فقط الأوراق السياسية للضغط على الجانب الإسرائيلي دون الأوراق الفاعلة فيما يتعلق بالضغط على الجانب الإسرائيلي. هنا نتحدث عن أوراق من الممكن أن تكون أكثر تأثيرا. هنا نتحدث عن الضغط فيما يتعلق بمنع المساعدات العسكرية، منع المساعدات الاقتصادية، الضغط بشكل أقوى على يعني حكومة نتنياهو وغيرها من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية تمتلكها وتدرك كيف من الممكن أن تستخدم. هذا على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي أيضا ليه الآن أيضا أصوات إيجابية، وهذه الأصوات أعتقد أنها تتحول الآن لحراك من خلال فرنسا، ولذلك رأينا وزير خارجية فرنسا يأتي إلى القاهرة ويجتمع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وأيضا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأنا أعتقد أن هذا النقاش بغرض أن يتحول الموقف الأوروبي، ويعني بالتأكيد هناك خلافات أو اختلافات في وجهة النظر ما بين الدول الاتحاد الأوروبي حول مستقبل الأوضاع الآن، ولكن ربما فرنسا تريد أن تقود الموقف الأوروبي من خلال مشروع القرار الذي تريد طرحه في القريب العاجل، وبالتالي تتشاور مع مصر. وأيضا وزير خارجية فرنسا سوف يذهب إلى الصين، وهذه أيضا نقطة بالغة الأهمية لأنه أيضا يريد أن يشارك هذه الوجهة مع أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين والذين هم على الشاطئ الآخر من الرؤية الغربية. وبالتالي أنا أعتقد أن يجب أن نرى أفعالا حقيقية على أرض الواقع سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من المجتمع الأوروبي. نعم فرنسا تتحدث الآن أنها تريد أن تخرج مشروعا ليس فقط مشروعا أمنيا يعني يستهدف فقط وقف إطلاق النار، ولكنها تريد مشروعا سياسيا يستهدف أن يذهب بالقضية الفلسطينية بشكل عام إلى الحل العادل والشامل وحل الدولتين. وأعتقد أن ده أمر الآن أصبح يتفق عليه الجميع، يعني لا أحد الآن يستطيع أن يغفل ان هذا هو الحل المنطقي والحل الذي سوف يخمد النيران في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام. وبالتالي الرؤية الفرنسية الان تقترب من ان تكون رؤية فاعلة. ننتظر ان نجد هذا المشروع في مجلس الامن لنحكم على اذا كان هذا الحراك سوف يكون حراكا فاعلا على ارض الواقع او سوف تبقى الرؤى الأوروبية والرؤى الأمريكية حبيسة المصالح الأوروبية والأمريكية الإسرائيلية. الرؤى والأطروحات كثيرة في هذه المرحلة سواء فيما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة أو بفكرة أن يكون هناك بدائل للاجتياح البري لرفح الفلسطينية، إضافة بالتأكيد إلى المسائل الأخرى العالقة والشائكة مثل عودة النازحين وتبادل المحتجزين وغير ذلك. فيما يتعلق بالمستجد الأخير ربما تشكيل الحكومة الفلسطينية، وتقدر الإشارة إلى يعني توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذلك، والتأكيد على الدعم والمساندة المصريين للفلسطينيين على كافة الأصعدة، وهي مسألة بالتأكيد واضحة يعني سواء في المسعى الحثيث لوقف إطلاق النار أو في إيصال المساعدات الواجبة إلى الأشقاء الفلسطينيين. هل تعولون يعني أن يكون هناك مخرجات ل يعني هذه الروح الجديدة أو يعني أو هذه الحكومة في ثوب جديد، أم أنها يعني تبقى عرضة ل يعني التحديات التقليدية اللي بتواجهها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، ويعني فكرة التمثيل لكافة القوى فيها وعودة من جديد إلى مربع الانقسام الفلسطيني؟ يعني الحديث عن الانقسام الفلسطيني أعتقد من المفترض أن لا يكون يعني ليس له مكان من الإعراب الآن، لأن حان وقت اللحمة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وهذا مفيد للغاية في هذا التوقيت. يجب أن نستغل هذه الظروف الصعبة في إيجاد أيضا يعني بادرة أمل للخروج بمكتسبات سياسية للقضية الفلسطينية، وهذا في الحقيقة ما يجعل حتى الدولة المصرية تدعم كل الحراك السياسي الذي تقوم به الآن السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتغيير الحكومة أو غيرها من الأمور، لأن بالتأكيد يجب أن يكون هناك حراكا سياسيا وما يمكن أن نسميه مقاومة سياسية. نعم هناك مقاومة على الأرض، ويجب أيضا أن يكون هناك مقاومة سياسية، عمل سياسي كبير في الداخل الفلسطيني يتوازى مع ما حدث على الأرض، وبالتالي يكون هناك مكاسب سياسية مما حدث. يعني أنا أعتقد أن أي عمل عسكري على الأرض في النهاية الـ يعني المكتسب منه هو المكتسب السياسي،
وبالتالي علينا أن نفكر هنا بقى أتحدث على الفلسطينيين، عليهم أن يفكروا في ما هو المكتسب السياسي من كل هذا الحراك الذي حدث، ومن أن أصبحت الآن القضية الفلسطينية في صدارة المشهد الدولي. وبالتالي تغير الحكومة أمر إيجابي، ولكن يجب أن يتبعه أيضا المزيد من الحراك السياسي فيما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، إشراك الجميع داخل يعني صنع القرار الفلسطيني، خصوصا أن في الحقيقة من الجيد أن نستمع أن هذه الحكومة من أحد أولويات عملها هو الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأن الداخل الفلسطيني يحتاج إلى يعني إعادة البناء السياسي. وإعادة البناء السياسي نعم البعض يتحدث أن هذا صعب في هذا التوقيت، ولكن إذا لم يكن في هذا التوقيت متى سوف يكون؟ هناك غياب صارخ لقوة الإلزام لإسرائيل، وظهر يعني في صور جلية واضحة بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، إسرائيل تضرب عرض الحائط بذلك وهي مستمرة في تعنتها، وهذا المطلب بوقف إطلاق النار وعودة النازحين هو يعني هناك تشبث من حماس بالتأكيد بأنه لا يوجد أي أفق لأي تفاوض بين الجانبين طالما لم تتحقق هذه المطالب. إلى أين نحن متجهون؟ يعني يجب أن أتفق أن التعويل على القرارات حتى مجلس الأمن الآن ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار يعني أصبحت من أو أصبح من الصعب التعويل عليها، خصوصا أن هناك طرف هو الطرف الإسرائيلي يرى نفسه أنه فوق هذه المنظومة الدولية، فوق القانون الدولي وفوق القانون الإنساني الدولي وفوق حتى محكمة العدل الدولية، ولا ينصت ولا يستجيب لأي من القرارات. نحن نتحدث عن قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتحدث عن قرارين من مجلس الأمن أحدهما إنساني والثاني أمني ولا استجابة، أيضا نتحدث عن قرارات من محكمة العدل الدولية وأيضا لا يوجد أي استجابة. وبالتالي نحن نتحدث عن طرف يجب النظر في وضعيته داخل هذه المنظومة الأممية. لماذا حتى الآن الجميع يصمت على فكرة أن الجانب الإسرائيلي لا ينصاع ولا يستجيب لأي من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن؟ إسرائيل لا تكتفي بذلك بل تصعد تهديدات باجتياح لرفح الفلسطينية، ويعني لا تلقي بالا يعني للمناشدات الدولية، يعني حتى ربما يعني في مرتقب اعترافات بالدولة الفلسطينية، نرى هناك حتى وإن كانت يعني لفظيا فقط انتقادات روسية بريطانية أمريكية. هل المسألة مجرد توزيع أدوار؟ لكن طالما غابت أيضا قوة الإلزام سوف تبقى إسرائيل على هذا النهج، وما هو المقصود به؟ يعني هل هي مجرد لإطالة أمد نتنياهو في السلطة أم أن هناك أهداف أخرى غير معلنة؟ يعني هذا سؤال مركب. نبدأ بداية بما يتعلق برفح الفلسطينية لأنها يعني نقطة جوهرية ليست فقط في مستقبل الأمر الخاص بقطاع غزة أو القضية الفلسطينية، ولكن في اعتقادي لها يعني وضعية فيما يتعلق بمستقبل المنطقة بشكل عام. ونتنياهو بالتأكيد يرى في استمرار أمد الحرب وفي إطالة أمد الحرب فرصة لبقائه على رأس هذه الحكومة، حتى تصريحاته اليوم يتحدث أن يعني من طالبوا بانتخابات مبكرة يهددون المفاوضات ويهددون مستقبل العملية العسكرية، إذن هو حتى يحاول طوال الوقت أن يتحدث أن العملية العسكرية هي الأولوية القصوى. وبالتالي نحن نتحدث عن حرب لا إنسانية داخل قطاع غزة، ووصولها لنقطة لا عودة وهي نقطة رفح الفلسطينية هي في الحقيقة سوف أيضا تقضي على مستقبل نتنياهو السياسي. إذا كان نتنياهو يظن أن رفح الفلسطينية سوف تحصد له مكاسب سياسية، هذا سوف يكون على العكس، أو يعني سوف يحدث العكس على الإطلاق. يعني نتنياهو سوف ينتحر داخل رفح الفلسطينية، سوف ينهي مستقبله السياسي داخل رفح الفلسطينية، أولا لأن الحليف الاستراتيجي لإسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية غير راضي على طريقة العملية العسكرية في ما يتعلق بمدينة رفح الفلسطينية، ويريد الاطلاع على الخطة، والجانب الإسرائيلي يعني يتعنت في هذا الأمر. وبالتالي هذه نقطة. ما الذي يجدي وما الذي يستفيد الفلسطينيين أن الدول الداعمة لإسرائيل يعني تبدي لفظا انتقاداتها لعدوان إسرائيل في قطاع غزة، لكن في ذات الوقت الولايات المتحدة لا تستخدم الفيتو، يعني حتى عندما يعني ثمننا جدا هذه الخطوة اكتفت بالامتناع عن التصويت، ويعني هذه الدول ماضية قدما في تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها في غزة. لذلك نتحدث ان مدينة رفح الفلسطينية كاشفة للموقف الدولي،
وما يحدث الآن في مدينة رفح الفلسطينية هو كاشف لطبيعة المواقف الدولية سواء للكتلة الغربية أو الكتلة الشرقية، لأن نتنياهو الآن يضع حتى إدارة بايدن في منعطف خطير للغاية. واستجابة بايدن لرغبات نتنياهو منذ بداية هذه الحرب أحرج البيت الأبيض عدة مرات، ولكن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية تجاه مدينة رفح الفلسطينية فهذا سوف يكون أيضا إحراجا غير مسبوق للبيت الأبيض، وسوف يكون هناك تأزم كبير سياسي داخل واشنطن في الحقيقة، لأن الرأي العام الأمريكي غاضب مما يحدث في أو فيما يتعلق بالدعم المفرط من الإدارة الأمريكية، ليس فقط بالمناسبة تجاه يعني إسرائيل، ولكن حتى على الجبهة الخاصة بشرق أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية تنفق أموال كبيرة للغاية في هذه الصراعات، وهذا يغضب الداخل الأمريكي. الأمر الآخر، هناك انتخابات في الداخل الأمريكي، والحزب الجمهوري الآن يستغل الأوضاع الحادثة في قطاع غزة ودعم بايدن يعني المتهور إذا جاز التعبير للجانب الإسرائيلي يعني كورقة لعب انتخابية، وبالتالي هذا أيضا مضر حتى للحزب الديمقراطي. تزامن الأوضاع المتصاعدة في قطاع غزة مع المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، يعني هل يخدم القضية أم تبقى دوما قضية متضررة من كونها تختصر في أنها ورقة ضغط في مثل هذه الانتخابات؟ هل ممكن تحدث معجزة، نرى تصعيد أشد في اللهجة الأمريكية باتجاه إسرائيل تزامن مع تصعيدات غربية أخرى، ولتبحث الولايات المتحدة عن حلفاء استراتيجيين جدد كعوض عن إسرائيل، أم ما هي السيناريوهات المقبلة في توقعاتكم؟ بالتأكيد الانتخابات الرئاسية لها تأثير كبير جدا على قرار بايدن خلال هذه الفترة وعلى دوائر صنع القرار حتى المختلفة داخل الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة، لأن لا يمكن إغفال أن القضية الفلسطينية الآن والأوضاع في قطاع غزة أثرت بشكل كبير جدا على توسع دائرة الصراع في المنطقة، ما يحدث في باب المندب، ما يحدث جنوب البحر الأحمر، ما يحدث الآن على الجبهة العراقية السورية اللبنانية، كل هذه النقاط الآن نقاط مشتعلة في المنطقة. والولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تخطط لتخفيض قدراتها العسكرية داخل منطقة الشرق الأوسط وسحب القوى العسكرية من المنطقة وخاصة من العراق ومن أجزاء من سوريا ومن أيضا مناطق أخرى، الآن تعيد إعادة التموضع العسكري مجددا داخل الشرق الأوسط، وهذا يجعلها تخسر على جبهات أخرى زي الجبهة الخاصة بشرق أوروبا مثلا. ورأينا كيف أن مثلا يعني الجانب الروسي استطاع أن يتقدم ناحية الجانب الأوكراني بعد أن قل الدعم الأمريكي عسكريا للجانب الأوكراني. لماذا؟ لأن الدعم العسكري ذهب للجانب الإسرائيلي. إذن المعادلة حتى الأمريكية والمصالح الأمريكية على صعيد خريطة الصراع الدولي تتضرر بسبب اشتعال الموقف في منطقة الشرق الأوسط بشكل مفاجئ. وبالتالي أنا أعتقد نعم لا يمكن أن نغفل أن ما يحدث الآن في قطاع غزة له تأثير كبير جدا على مستقبل إدارة بايدن. ماذا ما يحدث في إسرائيل؟ هل يلقي بظلاله أيضا على المشهد في قطاع غزة؟ الأوضاع الداخلية تزاد احتداما، جادي أنجوت عضو مجلس الحرب في إسرائيل يطرح خطة بديلة لخطة نتنياهو لإدارة غزة ما بعد الحرب الإسرائيلية، وطبعا هو معروف أنه هو كان رئيس أركان سابق ولديه ربما يعني ثأر مع الفلسطينيين بعد مقتل نجلو في أحداث الحرب في غزة. يعني هل ممكن أن يخرج هذا التوتر في إسرائيل عن السياق، وكيف يمكن استثماره عربيا وفلسطينيا لصالح الفلسطينيين ولصالح وقف إطلاق النار، ليس فقط بشكل فوري مؤقت ولكن بشكل دائم وشامل في القطاع؟ في الحقيقة أن إسرائيل لم تكن مستعدة سياسيا لخوض هذه الحرب، بمعنى أن هناك هشاشة سياسية في الداخل الإسرائيلي وهناك انقسامات وخلافات رأيناها فيما يتعلق بتكرار العملية الانتخابية داخل إسرائيل وفشل الحكومات تلو الحكومات. وبالتالي أنا أعتقد أن إسرائيل لم تكن مستعدة تماما سياسيا، هنا أتحدث على المستوى السياسي، لإيجاد إدارة تقود هذه الحرب بشكل يرضي الشارع الإسرائيلي. وبالتالي نرى هذا الخلاف وهذا التصدع في الداخل الإسرائيلي مع طول أمد العملية العسكرية، وإذا طال أمد العملية العسكرية أكثر من هذا سوف يظل التصدع السياسي يلحق بالداخل الإسرائيلي. نرى الآن جبهات حتى في العملية السياسية أو
في الخريطة السياسية الإسرائيلية. الداخل الإسرائيلي نفسه معارض لنتنياهو، عائلات الأسرى الإسرائيليين، استقالات في مجلس الحرب طبعا متوالية في إسرائيل، حتى الضغوط الشعبية سواء إسرائيليا أو غربيا المنددة بما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة. يعني هل ممكن يعني كل لذلك أن يضعف من هذا الموقف المتعنت لرئيس الوزراء الإسرائيلي في التفاوض؟ وإذا كان هناك قادم آخر إلى الحكومة الإسرائيلية، هل ممكن يكون أقل تشددا؟ أما أن التاريخ علمنا بأن يعني حتى وإن تغيرت الوجوه فالسياسات واحدة. لا يعني أتفق، إذا تغيرت الوجوه فالسياسة الإسرائيلية واحدة. وأعتقد أن حتى إذا كنا نتحدث عن يائير لبيد في أجابات المعارضة فهو ليس أقل شراسة من نتنياهو، ولكنه ربما يكون لديه خطة بديلة. إذا تحدثنا حتى عن بعض الوجوه الأخرى الإسرائيلية التي تريد أن تطرح نفسها أو حتى يفتح الباب الأبيض، البيت الأبيض الآن الباب أمامها زي جانتس مثلا، كلها يعني لديها نفس الخطط ولديها نفس الرغبات ولديها نفس الطموحات السياسية، ولكن فقط تغيير للوجوه. وبالتالي أنا أعتقد أن اللعبة السياسية في الداخل الإسرائيلي لمن يريد أن يجلس على مقعد رئيس الوزراء الإسرائيلي هي فقط التي تشعل الصراع في الداخل الإسرائيلي، ولكن الأهداف الأهداف واحدة والخطط خطط واحدة. وبالتالي يجب أن نعول على من سوف يأتي أو من سوف يذهب، يجب أن نعول على ماذا لدينا نحن كمجموعة عربية ومجموعة إسلامية وداخل فلسطيني لنتحرك سويا ونعمل من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية. لا يجب أن نكون ردة فعل لما يتعلق بالأوضاع السياسية في الداخل الإسرائيلي، يجب أن نكون نحن المحرك للأحداث السياسية وأيضا حتى حشد الرأي العام الدولي لإنقاذ القضية الفلسطينية. مصر كوسيط في مخضرم، يعني دور المصري واحتضان القضية الفلسطينية على مدار يعني عقود من الزمان على مدار تاريخها، وأيضا يعني تلازم ذلك أيضا مع جهود القطرية مبذولة في هذا الشأن، كيف يمكن تعظيم الاستفادة منهم؟ يعني بداية يجب أن نؤكد أن لولا الدور المصري الصامد الذي يقف في الحقيقة وقفة ثابتة وراسخة لدعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وأيضا طبعا دعم التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكانت الأوضاع الآن ازدادت سوءا. وبالتالي الدولة المصرية وقوفها بهذا الثبات وبهذه أيضا الجودة وبتسخير كافة قدراتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين أمر في الحقيقة أنقذ القضية الفلسطينية من التصفية. يعني حينما ننظر للثوابت المصرية فيما يتعلق برفض التهجير القسري، أهمية وقف إطلاق النار، أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، كلها ثوابت في الحقيقة أنقذت هذه القضية من التصفية. أيضا على الأرض دور إنساني مهم جدا ودور سياسي لا يقل أهمية عن الدور الإنساني وتوازي المسارات الخاصة بالعمل على حد سواء. أعتقد أن الدولة المصرية الآن تخوض جولات ماراثونية في الحقيقة فيما يتعلق بالمفاوضات التي من الممكن أن تصل بنا إلى هدنة. مصر نجحت مع الشريك القطري والشريك الأمريكي في الفترة الماضية فيما يتعلق بترسيخ أو في يعني إرساء هدنة أولى. نعول في الحقيقة رغم أن الكثير يعني يرى أن طول أمد هذه المفاوضات ربما يكون محبط، ولكن أيضا مصر التي تتبع سياسة النفس الطويل ولا تريد أن تهدر أي من الفرص المتاحة لإيجاد وقف إطلاق النار وهدنة يعول عليها في هذا التوقيت، ويعول على قدرتها الدبلوماسية والسياسية وخبرتها زي ما حضرتك قلت في هذه الأمور. وبالتالي أعتقد أن مهما طال أمد هذه المفاوضات سوف يكون هناك في الحقيقة نجاحا، حتى وإن كان هذا النجاح متأخرا، ولكن سوف يكون هناك نجاحا فيما يتعلق بإرساء الهدنة ووقف إطلاق النار، خصوصا أن الدولة المصرية الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قطر أيضا يمتلكون أوراق ضغط جديدة. نتحدث عن قرارات من مجلس الأمن، نتحدث عن قرارات من محكمة العدل الدولية، نتحدث أيضا عن رأي عام دولي تغير. ويجب أن يعني هنا نؤكد أن هذا التغير حتى وإن كان ليس تغير في السياسات العامة للكتلة الغربية تجاه دعم إسرائيل، وإن كان حتى تغير تكتيكي أو تغير وقتي لكسب المصالح من ما يحدث الآن على الصعيد الأمريكي أو الصعيد الأوروبي، إلا أن هذا أيضا يجب أن نستغله. لكن الدعم مستمر لآلة القتل الإسرائيلية مع يعني استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، يعني من نماذج من هذه الدول التي يعني تبدي على الأقل في تصريحاتها
مواقف أقل تعاطفا مع إسرائيل وأكثر تعاطفا مع ما يلقاه الفلسطينيين على الأيدي الإسرائيلية الغادرة في الحرب الإسرائيلية الراهنة في قطاع؟ لهذا تحدثت في بداية هذا اللقاء أن يجب أن يكون الضغط الأمريكي الأوروبي ضغطا متقدما، وهذا من هذه المرحلة الشعبوية إذا جاز التعبير التي تعتمد فقط على الشعارات والعبارات الرنانة إلى مرحلة فعلية على أرض الواقع من خلال استخدام أدوات ضغط حقيقية. ورأينا كيف أن إذا أرادت أوروبا وأمريكا استخدام أدوات ضغط، لديهم هذه الأدوات، لديهم أدوات اقتصادية ولديهم أدوات مهمة لها علاقة بمنع المساعدات العسكرية. لماذا تستبق إسرائيل بعمل خطط لإدارة ما بعد الحرب على غزة؟ يعني هل هذا هو الوقت المناسب وهي في ذات الوقت ما زالت تصاعد على جبهات عدة ما تثيره حول اجتياح البري لرفح الفلسطينية، التصعيد مع استهداف العمق اللبناني وما إلى ذلك؟ يعني بداية إذا كان الجانب الإسرائيلي نيته هو احتلال غزة فهذا مرفوض تماما، ولن يكون من خلال طرح بعض الخطط البديلة لليوم الثاني ما بعد الحرب. اليوم الثاني ما بعد الحرب يقرره فقط الفلسطينيون. من يقرر اليوم الثاني هو الحكومة الفلسطينية والفلسطينيين أنفسهم. أما أن يقرر جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال مستقبل قطاع غزة فهذا مرفوض وغير منطقي، ويعني أن هناك نوايا إسرائيلية لإعادة السيطرة الأمنية على قطاع غزة، وهذا غير منطقي، ويؤكد أن جيش الاحتلال وسلطة الاحتلال تريد طوال الوقت إعادة احتلال هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن من لديه قرار هو صاحب الأرض، وبالتالي السلطة الفلسطينية تريد التسويق لنفسها، او السلطة الإسرائيلية هنا تريد التسويق لنفسها من خلال او التمهيد لفكرة إعادة التموضع داخل قطاع غزة من خلال هذه الخطط. وبالتالي بنجد الرفض الدولي والرفض العربي والرفض المصري والرفض من كل من لديه يعني إدراك حقيقي بواقع هذه القضية بكل هذه الخطط المطروحة من الجانب الإسرائيلي، لأنها خطط لديها أهداف خبيثة، أهداف فقط تتعلق بإعادة التموضع الإسرائيلي داخل قطاع غزة. وبالمناسبة ربما هذا هو ما يعطل المفاوضات في الحقيقة، الأمر لا يتعلق بالمحتجزين، يعني نتنياهو غير معني بالمحتجزين، وإن كان معنيا بالمحتجزين لم يكن لينتظر أكثر من 170 يوم حتى الآن، ولكن الأمر يتعلق أن نتنياهو لا يريد أن ينسحب من قطاع غزة، نتنياهو لا يريد أن يعيد سكان غزة إلى الجانب الشمالي، وبالتالي هذه هي نوايا نتنياهو الحقيقية. ومن ثم اليوم الثاني يجب أن يكون هناك إخلاء عسكريا من جانب قوى الاحتلال من داخل قطاع غزة، ويكون هناك عودة للفلسطينيين إلى ديارهم، ويكون هناك سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على القطاع، وهذا هو المنطقي وهذا هو الذي ننتظره جميعا في ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. أستاذ جمال، الطرح بقوة متعددة الجنسيات لا يحظى بالقبول لا فلسطينيا ولا عربيا ولا غربيا، يعني ويعني كثير من الأطراف يعني لديها كثير من التحفظات، فعليا ما هي مخاطر الأمنية بالنسبة للحقوق الفلسطينية والأوضاع الأمنية في قطاع غزة؟ يعني ما هي العواقب التي لا تحمد بيتبناها البعض في حال تم ذلك؟ طيب، فيما يتعلق بالقوى متعددة الجنسيات، يعني الجانب الإسرائيلي تحدث بداية عن قوى متعددة الجنسيات ثم تحدث عن قوى عربية. أنا أعتقد أن الغرض الحقيقي من هذا الطرح هو إحداث تشابك كبير فيما يتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة ما بين الأطراف الإقليمية والدولية، وتوسعة أكثر لدائرة الصراع. حينما يكون هناك قوة أكثر في المنطقة، يكون هناك قوة عسكرية متعددة داخل قطاع غزة الذي هو مساحة صغيرة للغاية على خريطة الصراع الدولي، بتأكيد هذا سوف يؤزم القضية أكثر وسوف يعقد المشهد أكثر، خصوصا أن كما كنا نتحدث الآن الصراع بالفعل يتسع. نتحدث عن 5 جبهات منفتحة بعد ما حدث من حرب على قطاع غزة، يعني نتحدث عن الجبهة اللبنانية، العراقية، السورية، باب المندب، يعني جنوب البحر الأحمر، طبعا قطاع غزة، حتى ما يحدث في الضفة. يعني وبالتالي كل هذا الاتساع في دائرة الصراع، ونتحدث الآن عن قوة متعددة الجنسيات داخل قطاع غزة، فهذا يعني أن نتنياهو وجيش الاحتلال يريد أن يحدث ما يمكن أن نسميه فوضى إقليمية وانفجار إقليمي وإطالة أمد هذا الصراع وإحداث ما يمكن أن نسميه حرب طويلة الأمد داخل الإقليم.
إذا أردنا أن نجد حلولاً حقيقية لماذا لا نتحدث عن وقف الحرب ونذهب إلى مسارات التسوية السياسية؟ لا يمكن أن نتحدث عن إنهاء الحرب بحرب أخرى، لا يمكن أن نتحدث عن إنهاء عملية عسكرية بإيجاد عملية عسكرية أخرى، يجب أن نتحدث عن إنهاء الحرب بإيجاد عملية سياسية. إسرائيليا متى تنتفي الأغراض الإسرائيلية في قطاع غزة؟ يعني دوما كنا نقول إن الهدف الحقيقي هو إفراغ قطاع غزة من محتوى ما يجري من أوضاع كارثية في القطاع الصحي، استهداف الأرواح، ما قالت إليه حصيلة الضحايا الفلسطينيين. ألم تحقق إسرائيل بعد هدفها من جعل قطاع غزة غير قابل للحياة من الأساس؟ ما يحبط هذا هو صمود الفلسطينيين على أراضيهم، ولهذا تحدثت مصر منذ البداية على فكرة رفضها التام والكامل لفكرة التهجير القسري، وكانت لديها إصرار أيضا أن تربط المسار الإنساني بالمسار السياسي وإدخال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، لأن مصر تدرك أن صمود المواطنين في قطاع غزة هو السلاح الفاعل لإحباط المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف التفريغ الديموغرافي داخل قطاع غزة ويعني إعادة احتلال قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن ما يحبط كل الطموحات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية الخبيثة هو أن يظل الفلسطينيون على أراضيهم، وأن يتشبث الفلسطينيون بأراضيهم، وأن يظل الفلسطيني يدافع عن أرضه ويتمسك بأرضه. رفض التهجير القسري أمر مهم للغاية، وأصبح الآن هناك إدراك حتى دولي بخطورة هذا الأمر، لأن التهجير القسري الآن هو تصفية للقضية الفلسطينية. وبالتالي مهما كانت الطموحات الإسرائيلية، مهما كانت الرغبات الإسرائيلية أمام صمود الفلسطينيين الآن، أنا أعتقد أن هذه الطموحات سوف تنكسر، وسوف يربح في الآخر الداخل الفلسطيني، لأنه يحارب على أرضه ولأنه يتشبث بأرضه. وبالتالي أنا أعتقد أن مهما كانت الأهداف ومهما كانت النوايا ومهما كانت حتى هذه الحرب اللا إنسانية تجري بطريقة وحشية لإنفاذ هذه المخططات ولهذه الطموحات، إلا أن الشعب الفلسطيني في الحقيقة أثبت بجدارة أنه متمسك بأرضه. صمود بالتأكيد طبعاً. وطبعاً نحن نشد على أيديهم، ويعني الدولة المصرية شعباً وقيادة ومؤسسات الجميع حتى المجتمع العربي، الجميع يؤازر المواطنين الفلسطينيين ليس فقط قطاع غزة حتى في الضفة. للأسف اللافت أن ردود الأفعال الدولية حتى وإن اختلفت قليلاً جداً جداً إلا يعني أنها لا تتواكب مع هذا التمادي الإسرائيلي، وده بيطرح أيضا يعني تساؤل مهم. ما يجري الآن هو حتى مجرد هي قطرة في بحر من التعاطف اللي كان واجب على المجتمع الدولي. ما الأدوات الكفيلة بأنها تصل بإسرائيل إلى عزلة دولية تعانيها؟ يعني حتى لما في دول بتمارس بعض الضغوط الاقتصادية هي قليلة جدا وتفعل ذلك فرادة، متى تستثمر الورقة الاقتصادية الضاغطة بحق إسرائيل بشكل أفضل مما هي عليه الآن؟ يعني أعتقد هذا يعني يجعلنا نتحدث أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، وطبعا إنجلترا، لأن هذه الدول تمتلك من أوراق الضغط الحقيقية على الجانب الإسرائيلي ما يجعل الجانب الإسرائيلي يرضخ لهذه الضغوط. نتحدث عن منع المساعدات العسكرية ومنع المساعدات الاقتصادية والضغط السياسي الحقيقي. أعتقد مع تضرر مصالح هذه القوى الكبرى الآن، الأمر في الحقيقة في هذا الأمر لا يتعلق فقط بفكرة التعاطف، ولا يمكن أن نعول على فكرة التعاطف الغربي. نعم هناك تعاطف غربي على مستوى الشعبي، وهذا ظهر على صعيد المظاهرات في إنجلترا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض العواصم الأوروبية، وهذا جيد، لأن في الآخر الشعوب يعني لديها ضمائر ولديها يعني وفي مشاعر. وفي تباعد روسي لافت على مدار يعني العلاقات الروسية الإسرائيلي، ويعني عندما تتعاطف روسيا يعني ما الدلالات التي تستشفونها في إطار ذلك؟ بداية يعني بس أعود لما كنت أتحدث عنه، فكرة أن القوى الغربية لا تتعاطف ولكنها تلعب لعبة مصالح، لأن مصالحها تتضرر من إطالة هذه الحرب، والجميع يرى ما يحدث في جنوب البحر. هل روسيا تغرد في هذا السرب؟ روسيا تتخذ من القضية الفلسطينية الآن فرصة لإثبات وجودها داخل المجتمع الدولي، وطرح أنها أيضا لديها القدرة على لعب دور مهم في العالم الذي يتشكل من جديد. يجب أن نعترف أن تفجر القضية هدفها الأساسي هل هو مناطحة الولايات المتحدة كالمعتاد؟ يعني لا يمكن أن ننكر أن الدول الكبرى هدفها الرئيسي أن يكون هناك طبعا كسب لمكانة داخل المجتمع الدولي،
وده في الحقيقة مشروع للدول الكبرى. يعني لا يمكن أن ننكر أن فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، هذه الدول هي الدول الكبرى التي تتصارع على أن يكون العالم الآن أحادي القطب كما هو، أو نذهب إلى فكرة العالم الجديد متعدد الأقطاب. وبالتالي الخريطة الصراع الدولي متشابكة للغاية، نتحدث عن ربما 4 جبهات داخل هذه الخريطة. قطاع غزة والقضية الفلسطينية أحد هذه النقاط. يعني نتكلم عن شرق أوروبا، نتحدث عن بحر الصين الجنوبي، نتحدث عن منطقة الساحل والصحراء، نتحدث عن أيضا نقاط أخرى في العالم. وبالتالي كل هذه النقاط في الحقيقة هي نقاط إثبات وجود للقوى الكبرى، وبالتالي لا يوجد تعاطف، يوجد مصالح لهذه القوى، ولا يوجد مواقف منزهة من جانبهم. هذا هو مقابل، يعني على الطرف الآخر من الخيط نرى الموقف المصري وثقة المصري في تبني واحتضان القضية الفلسطينية. يعني الموقف المصري طبعا لديه خصوصية، والموقف المصري يعمل بنزاهة تامة وبعيدا عن كل الحسابات وبعيدا عن كل المؤامات. يعني فيما يتعلق بالصراع الدولي، مصر فقط تعمل من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية كونها القضية المركزية. الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية دوما ما تتحدث عنها القضية المركزية أمام مخطط التهجير القسري للفلسطيني، وهي من أحبطت يعني هذا المخطط بشكل حقيقي وأنقذت الرأي العام الدولي. يعني إحنا نتذكر منذ اللحظات الأولى لاشتعال هذه الحرب، القيادة السياسية المصرية حتى قبل أن يظهر هذا المخطط للعلن، وقبل أن يتحدث أحد عن هذا المخطط الخاص بالتهجير القسري، منذ اليوم الأول للحرب مصر تحدثت عن رفضها التام للتهجير القسري، بالرغم أن كانت أو لم يكن هناك يعني شواهد على الأرض تتحدث عن هذا الأمر، ولكن مصر كانت لديها رؤية استشرافية وكانت تدرك ولديها المعلومات ولديها القدرات ولديها الخبرات أيضا، بما يجعلها تتحدث مبكرا عن المخاطر المستقبلية، وبالتالي تحدثت بشكل مبكر عن هذا الأمر. وهذا الأمر الذي ساهم في حشد رأي عام مبكر فيما يتعلق برفض فكرة التهجير القسري. فوجدنا بايدن منذ البداية يتحدث عن رفضه لهذه الفكرة، رأينا الجانب الأوروبي وهذه الدول متعاطفة مع الجانب الإسرائيلي، برغم هذا رأيناهم يتحدثوا عن رفضهم لفكرة التهجير القسري. حتى هناك كانت يقظة كبيرة جدا لخطورة هذا الأمر في المجتمع العربي وفي حتى القوى الشرقية. وبالتالي مصر في الحقيقة صمودها، ثباتها، مواقفها الثابتة كلها عوامل تجعلنا نتحدث ان مصر في الحقيقة هي صمام الامان لبقاء القضية الفلسطينية. مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يطمئن حتى الداخل الفلسطيني. يعني الداخل الفلسطيني هو الان يتحرك حتى سياسيا، وهناك تغيرات سياسية يتحرك، وهو مطمئن بشكل كبير جدا ان هناك قوة عربية كبيرة، طبعا مع الاشقاء العرب الاخرين، طبعا المملكة العربية السعودية والامارات وغيرهم من قوى عربية اخرى. هناك طمأنة فلسطينية ان هناك مصر ودول عربية اخرى. ينضم الينا من لاهاي السيد زيد تيم، امين سر حركة فتح. يعني بعد تحية، قد يعني يكون التوافق الفلسطيني هي ضرورة لا غنى عنها في هذه المرحلة، في ظل هذا يعني الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لأرواح الفلسطينيين البريئة، ويعني تبقى الجرائم الإسرائيلية دون عقاب حتى اللحظة على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الأخير. ماذا تقول؟ مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم. الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. التوافق الفلسطيني شيء مهم جدا جدا، وأن يكون هناك وحدة وطنية حقيقية، هذا طبعا أكيد يدعم الموقف الفلسطيني مع إخوانه العرب وكل المناصرين للعدالة في ظل هذا العالم. أكيد بعد قرار محكمة أو بعد قرار مجلس الأمن الدولي، أنا أعتقد أنه يجب وقف إطلاق النار الآن، ولكن إسرائيل لا تستجيب إلى هذا القرار ولم تستجيب سابقا إلى قرارات سابقة. وأنا أعتقد أن الوحدة الوطنية الفلسطينية أكيد تدعم مع إخوانها في الجامعة العربية أي شيء يساعد في إنهاء هذا الاحتلال، وأنه قوتنا في وحدتنا. على سبيل المثال، أنه نحن لازم نتحدث بصوت واحد، لأنه ألمنا واحد وهمنا واحد، وحرب الإبادة اللي عم يخوضها جيش الاحتلال الصهيوني ما عم يخوضها ضد جهة معينة، عم يخوضها ضد الشعب العربي الفلسطيني بأكمله. على إسرائيل يعني الالتزام، أنا أعتقد
بهذه القرارات الدولية التي قدمت من مجلس الأمن، وتحديد كذلك يجب على مجلس الأمن خلق ضمانات من أجل التطبيق وعدم ترك الموضوع فضفاض إلى هذا الحد اللي عم تمارس فيه الاحتلال، ولم تلتزم، مع العلم أنه كثير من تحدث عن أن يكون هناك قرار بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. شهر رمضان تقريبا انتهى وما زالت المجازر مستمرة، وما زالت حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني مستمرة، وهناك تجويع حقيقي واستهداف غير مسبوق لكل البنية التحتية لغزة في كل مناحي الحياة. سيد زيد، ما هي أولويات الحكومة الفلسطينية بعد أدائها اليمين، وكيف يتسنى لها أن تواجه تحدياتها في خضم هذه الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة؟ طبعا أولويات الحكومة شيء مهم جدا. أول شيء منظمة التحرير كما جاء في البيان، منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني شيء مهم، المحافظة على الكيان الفلسطيني، المطالبة من العالم بشكل كامل أنه هذا الدم الفلسطيني اللي يسال لا يمكن أن نرضى إلا بإقامة دولة فلسطينية، والاعتراف والعمل على اعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ضمن أراضي 67 ضفة وغزة والقدس عاصمة دولة فلسطين، الحفاظ على كل ما هو ممكن من أجل وحدة الشعب الفلسطيني إن كان في الضفة أو في غزة، المطالبة بشكل كامل وحثيث مع المنظمات الدولية ومع إخواننا العرب ومع الجميع من أجل أخذ الحق الفلسطيني، لأنه الكيان الصهيوني أجرم بحق الشعب الفلسطيني كثيرا، وما قدموا في ظل هذه الأيام من 6 شهور وأكثر بآلاف الشهداء وآلاف الجرحى وضرب البنية التحتية، أنا أعتقد هذه أولوية من أجل الحكومة الفلسطينية أنه تمثل الشعب الفلسطيني كله، تمثل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة. أنا بقصد أنه كمان ومن الضروري بمكان مساعدة شعبنا في إدخال كل المساعدات، الضغط والعمل مع المنظمات الدولية، مع مجلس الأمن، مع محكمة العدل، مع الاتحاد الأوروبي، مع الجامعة العربية، مع كل المؤسسات المتنفذة والهيئات المتنفذة من أجل دعم شعبنا الفلسطيني. الحكومة هي تمثل الضفة وغزة، ومن الضروري بمكان القيام بكل ما هو يلزم لحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني والعمل لتقديم الرواية الفلسطينية. دوما عندما يكون هناك حكومة تصريف أعمال يلازمها للأسف يعني التهوين مما يمكن أن تقدمه على أساس أنها مقامة بصفة مؤقتة، بالنظر طبعا إلى أنها يعني في بعض أو الكثير من الأحيان تكون غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية بأن تمثل كافة الأطياف، هل تنظرون إلى ذلك بصفته عقبة، وكيف يمكن التغلب عليها؟ لا أبدا أبدا. يا ما نادت منظمة التحرير إلى الإخوة في الفصائل الأخرى بالانضمام إلى منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لهيئة، أعلى هيئة فلسطينية موجودة هي اللي بتمثل الشعب الفلسطيني. أعتقد الحكومة هذه تمثل طاقات وليست فصائلية، هذه الحكومة من أجل يكون فيها توافق، من أجل أن يكون ليس تابعة لفصيل، على العكس بتكليف من أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية، بتكليف من الرئيس. وأنا بعتقد أنه هاي الحكومة يجب دعمها والوقوف إلى جنبها، لأنه أتت في ظروف قاهرة، إضافة لحكومة الأخ محمد الشتية اللي منقدر له كل الاحترام والتقدير، أتت في ظروف قاهرة وصعبة، في قطع الأموال المقاصة، في ضرب غزة، في تقطيع أوصال الضفة الغربية، القدس العاصمة الأبدية لشعبنا الفلسطيني. وأنت تعلمي سيدتي أن جوهر القضية الفلسطينية شيئين هامين، ألا وهو قضية اللاجئين وقضية القدس. فإذا وأمريكا وكل من ساهم في دعم إسرائيل، أعتقد أول ما فكروا بإلغاء الأونروا اللي هي أساس جوهر الصراع الفلسطيني، أساس جوهرنا لتعاملنا لتثبيت حقنا الفلسطيني منذ عام 1948، وهذا ما نص عليه قرار 194. أعتقد الحكومة يجب أن تعمل كل ما تستطيع من قوة من أجل الحفاظ على الكينونة الفلسطينية، على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى تقديم كل ما هو يلزم الآن، لأنه جراح غزة كبير جدا، جراح الضفة كبير، جراح غائرة. هل يمكن أن تجدي حوارات
الفصائل الفلسطينية حاليا يعني وأن تخالف المسار الذي للأسف يعني كان مميزا لها على مدار فترة، يعني بأن يكون هناك يعني دوما يعني مكدرات لا تحقق المعهود أو المنشود منها. أعتقد الدم الفلسطيني الذي سال في غزة وفي الضفة الغربية وخصوصا في غزة والمجاعة وكل هذه الحرب المسعورة، الحرب المسعورة اللي والإبادة اللي بتشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، أولا يجب أن تتوقف، وعلى دول العالم الحر ممارسة الضغوط الدبلوماسية والقانونية لحل هذا الموضوع. الموضوع الأهم، يجب هذا الدم الفلسطيني توحيد كل الجهود الفلسطينية، كل الطاقات الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير. أنا أعتقد أنه من الضروري بمكان اليوم، أنا بعتقد المفروض ومن الضروري أنه ما يكون في حيادية، المفروض الدم الفلسطيني يوحدنا، يوحد الشعب الفلسطيني أكثر ويتحمل الجميع مسؤولية، تأكيد. لأنه هذا لزام، دماء الشهداء والجرحى والأسرى بحتم علينا أن نكون وحدة واحدة من أجل الوقوف أمام هذا الاحتلال المسعور. الضمير الإنساني يرفض ويستنكر بشدة يعني جميع هذه الانتهاكات الصارخة بحق الإنسان وبحقوق الفلسطينيين. في المقام الأول السيد زيد تيم من لاهاي، وهو أمين سر حركة فتح، أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة وهذه القراءة السريعة للمشهد الفلسطيني، وشكر موصول أيضا لضيفي في الاستوديو الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، جزيل الشكر. شكرا لحضرتك فندم، وشكرا لكل السادة المشاهدين. أشكركم فائق الشكر مشاهدينا الكرام، وبتأكيد تبقى تغطيتنا ومتابعتنا متواصلة معكم على شاشة قناة نيل الأخبار، وبعد حوالي 10 دقائق من الآن تلتقون ساعة إخبارية شاملة. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.